أنا يعني رسام من مدينة نوى، عمري 27 سنة، صار في مقابلات كذا مقابلة لكذا قناة، من بين هالأسماء مر علي اسم إبراهيم المنجر، قال لي بدي أعمل معك مقابلة، قلت له ما فيش مشكلة، صور أخذ أبعاده، سحب حاله وفل. بعد مرور يومين أو ثلاث، طبعاً موعد تنزيل خلينا نقول التقرير، تأخر. المهم قاعد بقلب ببرامج التواصل يعني الاجتماعي مرت علي صورته طبعا هاي الموجوده على الجدار ومكتوب جنبها الشهيد شهيد الحقيقه ابراهيم النجر طبعا بصراحه حزنت يعني وحبيت اعمل له خلينا نقول صوره بس لرد الجميل ارد له الجميل بصوره او جزء من الجميل اللي عمل لي طبعا بغض النظر او اعمل خلينا نقول شيء يعبر عن اليوم اللي عشته انا وياه وطبعا ما نزلش التقرير وشكرا